أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. خلال 4 أعوام من الحرب شهدت العملية التعليمية تدهور غير مسبوق. مئات المدارس دمرت بسبب الحرب، وعشرات الآلاف من الطلاب تشردوا ونزحوا من مدنهم وقراهم، تاركين خلفهم مدارسهم، حيث انقطعت مرتباتهم لقرابة 2 عام في جميع محافظات الجمهورية. وما زال المعلمون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا محرومين من مرتباتهم حتى الآن. تعود العملية التعليمية هذا العام بالتزامن مع دعوات نقابة المعلمين في أنحاء الجمهورية للإضراب عن العمل وإغلاق المدارس حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم. عن عودة العملية التعليمية، الصعوبات والتحديات والحلول التي يمكن أن تقدمها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم لتفاديها سيكون محور حلقة الأول لهذا الأسبوع. أما في المحور الثاني فسنتناول موضوع استمرار معاناة جرح الجيش والمقاومة في الخارج والإهمال الذي يتعرضون له وواجب الحكومة والتحالف العربي تجاههم. قبل البدء باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، نتابع التقرير التالي حول المحور الأول. للسنة الرابعة على التوالي تعود العملية التعليمية في اليمن، والحرب ما تزال قائمة. ورغم بذل الحكومة جهودا من أجل استمرار التعليم على النحو المطلوب، لكنها تظل جهودا غير كافية أمام التحديات التي أوجدتها ظروف الحرب. فدعوات المعلمين للإضراب عن التعليم مشكلة جديدة تضاف إلى قائمة المشاكل التي واجهتها العملية التعليمية منذ بداية الحرب، حيث دعا معلمون في بعض المحافظات المحررة إلى الإضراب عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم. وكرد على هذه الدعوات، قال وزير التربية والتعليم عبد الله الأملس إن وزارته تحرص على تحقيق جميع مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم، موضحا أن الوزارة تقوم أيضا بدفع المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بشكل منتظم رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها. الإضراب ليس العقبة الوحيدة التي ترافق العملية التعليمية هذا العام، فالمناهج الدراسية غير كافية ولم يتم طباعتها، بالإضافة إلى عقبات أخرى تمثلت في موجات نزوح كبيرة للطلاب من محافظة الحديدة إلى عدة محافظات. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، فالمتوقع أن سير العملية التعليمية هذا العام ستكون أكثر تعقيداً مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، فالمعلمون هناك لم يستلموا مرتباتهم منذ قرابة 2 عام، بالإضافة إلى أن المناهج تم تحريفها بشكل يخدم أفكار جماعة ميليشيا الحوثي. وما بين العقبات الكبيرة التي تقف أمام العملية التعليمية والجهود البسيطة التي تبذلها الجهات المعنية، يقف الطالب مغلوبا على أمره يتطلع إلى مستقبل لا معالم له. في البداية لدينا اتصال من الأستاذ صادق حميد تربوي. أهلا بك أستاذ صادق. أستاذ صادق. نعم معك. أستاذ صادق، في المحور الأول من هذه الحلقة، مع استئناف وعودة العملية التعليمية لهذا العام الدراسي الجديد، نتحدث ربما عن أبرز الأسباب والتحديات اليوم الماثلة أمام العملية التعليمية. برأيك ما هي أبرز هذه الصعوبات والتحديات بداية؟ في البداية نقول حياك الله أخي الحبيب، ودام عبير كلماتك ورفيف حروفك، وأتشرف بهذا اللقاء الذي ظل يراودني على أمل اللقاء مع مثل هذا الموقف لأطرح رأيي باعتباري يدا على كتاب التعليم. ومن الصعوبات والمعوقات والمعضلات التي تواجه التعليم في اليمن في محافظة صعيد حسب رأيي كثيرة ومتشعبة، وسأورد بعضا منها على سبيل المثال للحصر، ويأتي على رأسها المسؤولية كونها إنسانية ودينية، فهي تلفت النظر إلى الرائد البشري الأول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الإنسان الذي حمل الدين ولكن بصيغة اقرأ منذ الوهلة الأولى ليقوم بواجبه الإنساني قبل الواجب الديني، فبدأ يخاطب الفكرة قبل القلب كما خاطبه ربه حتى يتسنى له القيام بواجبه الديني على أسر وسهالة. وجعل المعلم عن دوره ومسؤوليته التي لا تقل عن كونه بمثابة رسول الإنسانية يحمل الفرائض بشعاع النور ليخرج البشرية من كيادير الظلام، قد جعلت المعلم يتمرد ويجنح عن أداء رسالته التي كانت الأولى على لسان جبريل عليه السلام. ومن الصعوبات أيضا
النظرة الضيقة التي يمتلكها بعض المعلمين، ألا وهي نظرة الأولوية المتقوقعة في أذهانهم حتى أصبحوا على اعتقاد. غيرهم وأنهم من يمتلكون قدرات إدارية حسب زعمهم، مما أفقدهم رغبة العملية في التعليم، الرغبة العملية في التعليم، وسبب لديهم فراغا ذهنيا حتى صار الأداء مشلولا ومضطربا، انعكست حالته على مستوى التحصيل العلمي لدى المتعلمين. وهم بهذا حاولوا أن يقلدوا الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني هنا قال مخاطبا الحمامة بعد أن كان أسيرا في القسطنطينية لدى الروم: وكنت أولى منك بالدمع بقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. ومن المعوقات أخي الحبيب انخراط المعلمين في السلك العسكري واضحا يلفت النظر، ما زال على فتحه دون أن يرسق بالرغم عن طيب. الآن هناك صعوبات صادق وتحديات ربما تواجه العملية التعليمية، هناك أيضا مطالبات مؤخرا للمعلمين ربما ودعوات للإضراب من أجل تحسين وضعهم المعيشي برفع الراتب، كيف يمكن التوفيق بين ذلك وصولا للحد توفير الحد الأدنى؟ ما المطلوب من الحكومة الشرعية وماذا عن قدرتها للاستجابة لمطالب المعلمين؟ المطلوب من الحكومة الشرعية توفير الرواتب يعني بأقصى جهد، لأن الراتب هو شريان الحياة، وهو القناة التي يشرب منها المعلم دون سواه، لا توجد قناة عذبة أخرى يشرب منها المعلم سوى الراتب، فهو يعني يطلق عليه باسم الآخر المعاش، ففيه يعيش المعلم وبدونه يمكن أن يهلك، فعلى الحكومة الشرعية أن تبذل قصارى جهدها و بالنسبة لهذا المعلم الذي يقتصر يعني يعني عمله في سبيل يعني خدمة المجتمع وفي سبيل الإنسانية، وطالما أن عمله إنساني يجب على الحكومة أن يكون عملها أيضا إنساني حتى تخدم هذا المعلم. شكرا لك. ومن تعز ينضم إلينا مدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة الأستاذ عبد الواسع شداد. أهلا بك أستاذ عبد الواسع. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. أستاذ عبد الواسع، ربما الآن مع عودة العملية التعليمية ظهرت أو من جديد عاد الحديث عن الصعوبات والتحديات الماثلة اليوم أمام العملية التعليمية، كمسؤول لو تضعنا أمام أبرز هذه الصعوبات والتحديات الماثلة أمامكم اليوم مع عودة العملية التعليمية. الصعوبات كثيرة وموجهة مباشرة إلى الأركان الأساسية للعملية التعليمية، وهي الكادر التربوي والمنهج والمبنى المدرسي وبالأخير الطالب. ما يتعلق بالكادر التربوي هناك إعاقات كبيرة جدا يواجهها هذا المعلم أو التربوي، ومن أبرزها انقطاع الراتب لفترة طويلة جدا. ففي محافظة تعز على سبيل المثال من 9 أشهر من عام 2017 لم تصرف حتى الآن. هذا ما يتعلق بالراتب، والذي لا نستطيع أن نسميه اليوم راتب، بل نستطيع أن نقول أنه ضمان اجتماعي فقط. هذا ما يتعلق بالراتب الأساسي الذي يتقاضاه أصلا يتقاضاه المعلمين. هناك كثير من الحقوق أيضا ومنذ فترة ما قرب من 8 سنوات يعني موقوفة على المعلمين، وخصوصا في محافظة تعز، التسويات والترفيعات والترقيات التي يستحقونها، إلا أنها حتى الآن يعني موقوفة عنهم. وإن كنا مع بداية هذا العام قد وجهنا مذكرة رسمية للأخ محافظ المحافظة، وقام مشكورا بتوجيهها إلى الجهات المختصة، مكتب المالية ومكتب الخدمة المدنية ومكتب التربية، لتشكيل لجنة عاجلة لدراسة الاختلالات الموجودة في كشف الراتب، ثم بعد ذلك التوجه إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية لاعتماد هذه المعالجات. طيب أستاذ عبد الواسع، الراتب الآن هذا الراتب الذي ما زال يتأخر ولا يستلمه المعلمون في وقته،
لم يعد كافي. الآن هناك كانت مطالبات ودعوات من قبل المعلمين للإضراب حتى تتم استجابة لمطالبهم وزيادة في الراتب. المعلمون يطالبون بزيادة ربما 100%. الحكومة تتحدث عن زيادة بنسبة 30%. هل هذه 30% بدأت إجراءات صرفها؟ هل سيستلم المرتبون المعلمون مرتبات بهذه الزيادة من هذا الشهر؟ لا أعتقد أن تصل في هذا الشهر، لأنه حتى الآن خصوصا هنا في المحافظة لم تبدأ أي إجراءات لاستكمالها، وإن كان هذه القضية أيضا متعلقة بهذه اللجنة المشكلة أخيرا، ولكن قد يتم إضافتها مباشرة في وزارة الخدمة المدنية في عدن. إن تم بهذا الشكل فأعتقد أنه بيستلم التربويين بشكل خاص والموظفين بشكل عام الشهر القادم مع هذه الإضافة. أما إن اعتمدوا على عمل المحافظات أولا ثم الانتقال إلى وزارة الخدمة وبعد ذلك إلى وزارة المالية فلا أعتقد أن تصرف مع هذا الشهر. طيب بالنسبة للمنهج، يعني هل مثلا أو لأي تحدي من هذه التحديات الماثلة من العمل التعليمية، هل الحكومة الشرعية تتحرك يعني من عام إلى عام؟ هل هناك تحسن في الاستجابة وتوفير هذه الأساسيات في العملية التعليمية، سواء المدارس، إعادة ترميم المدارس أو توفير المنهج الدراسي أو تهيئة البيئة بشكل عام للطلبة؟ هذا هو التحدي الثاني من أو الركن الثاني من أركان العملية التعليمية، وهو المنهج الدراسي. فالمنهج في العام الماضي الفصل الأول تم وصول ما يساوي 55% إلى 60% من الاحتياج على مستوى المحافظة. الفصل الثاني من العام الماضي لم يصل حتى كتاب واحد. حتى الآن في هذا العام الجديد والذي نحن يعني مستبشرين بأن يكون عام إن شاء الله حافل بالجد والاجتهاد، إلا أن حتى الآن لم تصل الكتب، مع أن هناك وعود من الأخ الوزير حفظه الله بأن المطابع تعمل، وفقط القضية مسألة وقت قصير للنقل من وزارة التربية في عدن إلى محافظة سعد. لكن حجم هذه التنمية المطبوعة وما سيصل هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، بالإضافة إلى كان هناك اعتماد يعني كبير على المخزون من سنوات ماضية، لكن ما حصل، وبمجرد دخول العصابة الانقلابية إلى بعض المناطق أو معظم المناطق أول شيء يصلون يقوموا بنهب كل ما في داخل المدرسة. يعني عملية تدبير ممنهجة من هذه العصابة للعملية التعليمية وصل إلى هذا الحد، أن تقوم أول استهداف للمؤسسة التعليمية والتربوية المدرسة الموجودة في المنطقة، ثم أخذ كل محتويات هذا المبنى يعني إلى حد لا يمكن أن يتصوره عقل، إلى حد مفاتيح الكهرباء وحنفية الماء والمعامل وأدواتها تقوم هذه العصابة بنهب. هذا المخزون الذي كان موجود في مخازن المدارس تم يعني نهبه، وبعضه في بعض الأماكن إحراقه وفي بعض الأماكن نقله إلى مكان آخر. هذا أيضا تحدي كبير، نعمل في المحافظة على إيجاد بعض الحلول لمثل هذه القضية، وهناك بعض المنظمات التي توجهت الآن إلى هذا الجانب ووعدت أو عرضت المساعدة في طباعة الكتاب ولو في مطابع عادية غير مطابع الكتاب المدرسي. نأمل أن تتم هذه الحلول إن شاء الله. طيب سؤال أخير ربما يتعلق بالطالب، ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطن اليمني الآن مع حالة الغلاء والانهيار في العملة وتدهور الوضع الاقتصادي، إلى أي حد هناك مراعاة للطلبة فيما يتعلق ربما بالرسوم والالتزامات المفروضة على أولياء الأمور من قبل؟ لأن هناك ربما حديث الآن من قبل البعض أنه ربما قد ترتفع الرسوم المطلوبة من الطلبة ربما في المناطق الخاضعة على سيطرة ميليشيا الحوثي، في المناطق المحررة هل هناك مراعاة لهذه الظروف أم ربما هناك تسعيرات يعني إذا جاز التعبير تتوافق مع حالة الغلاء؟ يعني بالنسبة للرسوم هي رسمية ومقررة منذ 3 أو 4 سنوات ومخفضة جدا، يعني لا تكاد تذكر، وخصوصا في مراحل التعليم الأولى فهي رمزية جدا كمقابل ثمن الشهادة التي يستلمها الطالب في آخر العام. أما الرسوم وخصوصا من الصف الأول إلى الصف السادس فليست هناك رسوم تذكر،
50 ريال يعني تدفع ل يعني منح الطالب الشهاده نهايه العام. هذا ما يتعلق بالجانب الرسوم، ولكن هناك اثار كبيره لهذا الحرب ولهذا الدمار. فالعديد من المدارس 34 مدرسه على مستوى المحافظه على مستوى المديريات المحرره مهدمه نهائيا، اين طلابها؟ مشردين اما في مدارس اخرى او انتقلوا الى محافظه اخرى، والسواد الاعظم منهم يجلس في البيت لانه لا يجد مدرسه قريبه للدراسه. اشكر الى الاثار النفسيه على هذا الطالب الذي يجلس داخل الفصل للاستماع الى الدرس او اثناء الاختبارات وهو يسمع القذائف تقع هنا وهناك. هذا انعكاس يعني كل هذه الاشكالات تنعكس مباشره على التحصيل العلمي لهذا الطالب. اشكرك جزيلا استاذ عبد الواسع الشداد مدير مكتب التربيه والتعليم في تعز، واشكر لك تجاوبك معنا، شكرا جزيلا لك. عن ذات الموضوع نقرا بعض التعليقات والمشاركات رصدناها من خلال الفيسبوك. الاخ احمد يقول: ثلاث سنوات واطفالنا من ضياع الى ضياع، جبهه التعليم لا تقل قيمه عن جبهه الحرب، وربما جبهه التعليم اكثر اهميه لاجل عدم استغلال فراغ الطلاب وجرهم للجبهات. والشيء الثاني: المناهج القديمة المرحلة الأساسية تحتاج إلى إعادة نظر، كون بعض الكتب تم إدراج فيها دروس طائفية وغير واقعية. الأخ عبد الفتاح يقول: تكمن المعضلة والتحدي الأكبر في عدم قدرة وزارة التربية إلى اليوم ومنذ ثلاث سنوات من طباعة الكتاب المدرسي، كيف سيتمكن الطلاب من التعلم بدون كتب؟ إلى الآن لم نرى ولم نلحظ استعدادات الحكومة لبداية العملية التعليمية، لماذا هذا الإهمال بحق من المستقبل، مع أن المستقبل المشرق لا يمكن أن يكون بدون التعليم؟ لاحت لمن تنادي حكومة عاجزة، نحن في زمن العاهات. الأخ وضاح يقول: من الوطن الحزين مغلوب على أمره، تعود العملية التعليمية لكن هذه المرة عادت كما يقولون المدرسة وأيامها، لكن لم يعد الأمر بتلك الطلال التي كانت تكسو ذلك الصرح التربوي، لماذا؟ إجابة هذا السؤال والعديد من التساؤلات هي بيد الساسة الذين يزعمون بأنهم قادة البلد. ما هي الصعوبات؟ يقول عن أبرز هذه الصعوبات: أن الطفل الذي يجب أن يلتحق بهذه السفينة ويركب في رحابها قد لقي مصرعه ومات، إما من بقي على قيد الحياة فقد أنهكته الظروف. طيب شكرا لك وضح، مشاركة طويلة تحتاج إلى كثير من الوقت. بسام يقول: على أبواب العام الخامس من الهدم، يظل التعليم البنية الأساسية الأولى لبناء أي مجتمع، فإذا سقط التعليم سقط كل شيء. نحن نمر بهذا الظرف الذي يشهده الوطن، نمر بمرحلة هدم لكل القيم بمقدمتها التعليم، هي عملية هدم مقصودة لأبنائنا الطلاب، فجميع الأطراف لا تعنيهم هذه القضية الحساسة بل كارثية رغم علمهم بها وأهميتها. مرت أربع سنوات دمرت فيها أربعة أجيال، تدمير تام، ندخل على العام الخامس سوف يدمر الجيل الخامس. طيب أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام نقابة المعلمين في تعز الأستاذ عبد الرحمن المقطري. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الرحمن، دعوات للإضراب من قبل المعلمين للاستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بتحسين وضعهم المعيشي وزيادة في الراتب، إلينا وصلت هذه الدعوات وهل تعتقد أن هذا الوقت هو مناسب لها في ظل الوضع الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الدعوات كانت من نقابة المعلمين الجنوبيين بجملة من المطالب، باعتقادي ان المطالب صحيحه، لكن ربما كانت الدعوات وراءها دوافع اخرى غير يعني المطالب الحقيقيه المعلمين، اما الدوافع فلا غبار من لها، يعني المطالب فلا غبار عليها، وخاصه في الوقت الذي يعني ارتفعت يعني الاسعار واصبح التلقيم الشرائي للريال لا تساوي شيء، وبالتالي فان يعني راتب المعلم يساوي كل راتب المعلم قبل الحرب. ولكننا نحن في محافظة تعز يعني نعمل على تنفيذ احتجاجات عن طريق وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات وأيضا مخاطبة الجهات المختلفة سواء عبر نقابة المعلمين أو عبر اللقاء الموسع على النقابات من أجل الالتفات إلى مطالب المعلمين، وفي نفس الوقت حريصون على استمرار العملية التعليمية، لأن العلم أو العملية التعليمية هي يعني الاساس في التقدم، وبالتالي يعني يجب ان تعود الحياه الى تعز، يجب ان لا نتيح الفرصه للانقلابيون الذين
يريدون لنا الموت ويريدون لنا أيضا الجهل ويريدون لنا أن يعني نوفر لهم فرصة لكي يعني يوقفوا العملية التعليمية. طيب سأعود لك أستاذ عبد الرحمن، أسألك كطرف نقابي عن ربما عن توفير البيئة التعليمية، لكن دعنا في نقطة المطالبات ودعوات للإضراب، هي ربما محقة وفي وقتها، لأنه كما قلت أن وضع المعلمين وهذه الشريحة المهمة في المجتمع لابد من إنصافهم وتكريمهم من خلال هذا الراتب. هناك استجابة ربما جاءت على لسان وزير التربية والتعليم، تحدث عن زيادة 30% في المرتبات. تعتقد من يعني متى سنكون أمام موعد محدد لصرف هذه المرتبات؟ هل لديك أي معلومات بهذه الزيادة 30%؟ نعم، حسب علمنا أن هذه الزيادة في 30% والذي ستكون ربما من بداية الرب أو من الراتب الأساسي، ربما تكون في شهر 9 أو مرتبات شهر 9، لكن نقول أن هذه الزيادة أيضا غير كافية، هذه الزيادة أيضا غير كافية خاصة بكات يعني من بداية ربط المرتب أو من الراتب الأساسي، فهي زيادة طبعا ضئيلة مقارنة بتصاعد الأسعار المستمر، وبالتالي لابد من معالجات أخرى مثل التسويات وأيضا صرف البدلات من بدل طبيعة عمل الناس الذين ليس لديهم بدلات، وخاصة المعلمي 2011 الذين توظفوا في 2011، ومن يعني عمل معالجات أخرى مثل زيادة الحد الأدنى لأجور جميع المعلمين الموظفين، وبالتالي أيضا سيترتب على هذا تعديل السلم الوظيفي او عفوا سلم الدرجات الوظيفيه بما يجعل يعني راتب الموظف يرتفع اكثر منه عليه. طيب سؤال اخير عن تقييمكم في نقابه المعلمين لربما الاستعدادات وتهيئه البيئه التعليميه من قبل الحكومه، هل تشهد تحسن ملحوظ من عام الى اخر؟ الى اي مدى الحكومه مهتمه بهذا الجانب، الجانب التعليمي والذي كما ذكرت أن في بدايه حديثك انه ربما جانب مهم لابد التركيز وعدم إتاحة الفرصة لتعكير الوضع وربما العملية التعليمية بشكل عام، لأنه هناك ربما كما تقول محاولات من طرف الانقلابي لتجهيل الناس؟ أنا أقول الحقيقة يعني مع أنه في نوع من التحسن فيما يخص صرف المرتبات، لكن أنا أقول أنه طبعا هناك مرتبات يعني لم تصل حتى الآن للمعلمين، وهذه طبعا تؤثر بلا شك يعني قرابة 3 أشهر. أيضا هناك يعني مع الأسف يعني يصرف المحافظة تعز بعد مرور شهر من الصرف المحافظة المحررة، بينما أن هناك توقيت من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمعاملة محافظة تعز من بقية المحافظة المحررة. على سبيل المثال مرتب شهر 8 حتى الآن يعني استلموا في المحافظة الجنوبية 16/8، بينما حتى الآن حتى اليوم 13/9 نحن لم نستلم هذا المرتب ولا نعلم متى سنستلمه، ربما في نهاية الأسبوع القادم. هذا على سبيل المثال. في هناك أيضا إشكالية كما قلت فيما يخص البدلات لل يعني كثير من المعلمين، ما فيهم معلمي على خصوص المعلمين 2019 الذين لم يستلموا بدل طبيعة عمل. هناك أيضا إشكالية طبعا أخرى تتعلق بالتسويات والعلاوات والى اخره، هذه طبعا لم تصل، وكما قلت ان الراتب الان لا يساوي شيء. ايضا في مشكله فيما يخص ضعف التجهيزات المدرسيه، هذه بالنسبه للطلاب ومن عامل وكراسي وسبورات. ايضا فيما يخص مستحقات العمليه الاختباريه، يعني هناك هضم في محافظه تعز فيما يخص يعني مستحقات العمليه الاختباريه للمصححين والمشرفين وايضا رؤساء اللجان وغيره، حيث يصرف لها مبالغ محدوده مقارنه طبعا بمحافظات اخرى، لانه عندنا تنقلات بين محافظات بين مديريات، على عكس محافظه عدن الذي ليس لديها مثل الامر. مقدري الدرجات كذلك والمصححين يعني لم يستلموا حتى الان مستحقاتهم. هناك يعني تحديات فيما يخص الكتاب المدرسي لم يصل حتى الان. اقول هذه الاشياء كلها طبعا تؤثر بلا شك على العمليه التعليميه والتربويه، ناهيك طبعا عن تدمير بعض المدارس ويعني عدم جاهزيتها. يعني هناك طبعا جمله من المشاكل، ومع ذلك نقول ايش؟ ان الامور كثير، لكننا نطلب طبعا من حكومة الشرعيه ان تهتم اكثر بالمعلمين وتهتم يعني معلم محافظة تعز، لانه كما قلت حتى الان
يعني نحن لم نستلم مرتب شهر 8 الذين سلموا زملائنا في محافظة أخرى في 16/8. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن المقطري أمين عام نقابة المعلمين في تعز. حول ذات الموضوع وصلتنا مشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم. أنا عادل ناقي علي أحمد، مدرس مادة اللغة الإنجليزية، مدرس متعاقد في مدرسة الشهيد علي سلطان. أرى أن الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية هي كثيرة جدا، ومنها 1 الحالة الأمنية التي يعيشها الوطن، 2 الأحداث التي حدثت في المنطقة أدت إلى تسرب بعض المدرسين وشرودهم إلى جبهات القتال، كذلك انقطاع الراتب في الفترة السابقة كان سببا في جمود بعض المدرسين وعزوفهم عن العملية التعليمية، فأدى إلى جمود في العملية التعليمية. كذلك أيضا من المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في اليمن أو في المنطقة، من التحديات في القوى العاملة تسرب عن كثير من المعلمين واتجاههم من التوجيه أو انخراطهم في السلك العسكري والأمن، وأمر من زملائي المعلمين أن يكون لهم موقف محدد. أيضا من التحديات تحديات اقتصادية، غلاء المعيشة، ومن خلالكم نوجه رسالة إلى الحكومة الشرعية بأن تولي المعلم كل اهتمامها. أيضا من التحديات تحديات في الجانب الأمني، ووقوع السلاح أمام الأطفال والمراهقين يشكل مصدر إزعاج للمعلم والمتعلم. من الجوانب التي أدت إلى خلق معضلات ومعوقات انخراط كثير من المعلمين في السلك العسكري واستمرارهم بعيدا عن واجبهم الأول وميدانهم الذي يليق بهم، بالرغم أن الجميع بحاجة إليهم، دون طرح حلول وبدائل لهذه الظاهرة التي انتشرت في كثير من المدارس وخاصة. إذن تابعنا هذه المشاركات، كانت عن المحور الأول. في المحور الثاني من حلقة هذا الأسبوع سنتطرق إلى استمرار معاناة جرحى الجيش والمقاومة الشعبية وواجب الحكومة الشرعية تجاه هؤلاء الجرحى. لدينا اتصال من الهند الأخ يوسف الدهش. أهلا بك يوسف. حياك أخي سامي، الله يفتح عليك أخي سامي، ونشكر قناة بلقيس على تناولها هذا الموضوع المهم إن شاء الله. وجرحى الهند نحن أرسلونا إلى الهند يا أخي إلى العلاج، لكن للأسف أرسلونا إلى الهيانة، أرسلونا إلى المذلة، أرسلونا إلى معاناتنا ومعاناة يعني زيادة جراحنا أكثر وأكثر. طيب أنت أحد الجرحى المتواجدين في الهند، ما طبيعة إصابتك وأيضا ما الذي قدم لك من قبل الحكومة؟ أين هي المشكلة في موضوعك أنت؟ أنا جريح إصابة في الرقبة أدت إلى إصابة العصب الوجهي السابع، شلل في الوجه. أرسلونا في شهر 5، ومنذ شهر 5 إلى الآن لم أتلقى أي علاج منذ شهر 5. لماذا؟ فرغم مماطلة في اللجنة السابقة برئاسة الدكتورة إيلان والدكتور علي الجرادي المندوب في الهند، تم يعني عرضي على مستشفى للعيون فقط وصرفوا لي نظارة فقط، أما في الأعصاب وفي أي شيء لم يرسلوا لي أي حاجة. طيب الآن الدكتورة إيلان استقالت من هذه اللجنة الطبية، هل تحسن الوضع؟ هل هناك اهتمام؟ ماذا عن هل عينت لجنة بدلا عن اللجنة التي كانت رأسها الدكتورة إيلان؟ لم عيننا نحن هنا، عملنا في الهند نفس التوقيعات، وقمنا باختيار الدكتور أحمد دقاح حفظه الله، لكن إلى الآن لم يرسلوا له أي مبالغ مالية لمعالجة الجرحى، وازدادت سوءا فسوء إلى معاناة الجرحى. هناك جرحى فقدوا عيونهم، هناك جرحى لديهم عمليات يعني مستعجلة للعيون فقدوا عيونهم، هناك جرحى أعصاب يعني مشلولين طريحين الفراش يحتاجون إلى علاج باستمرار في العلاج الطبيعي، هناك جرحى يحتاجون إلى علاجات، يعني لم يوجد لهم أي، زادت المعاناة أكثر وأكثر. طيب يعني بعد كل هذه الفترة والتغييرات التي حصلت في اللجنة، باعتقادك أين تكمن المشكلة؟ ما الخلل يعني في موضوع الجرحى الجيش والمقاومة الشعبية؟
تكمن المشكلة في لوبي الفساد الموجود في السلطة المحلية في تعز برئاسة محافظ المحافظة والدكتورة إيلان، الذين إلى الآن لم يسلموا المبالغ المالية الموجودة في على عهدتهم، على عهدة اللجنة السابقة الذي موجود $1,000,000 وضعتها اللجنة السابقة برئاسة الدكتورة إيلان في حسابها الشخصي في مصرف الجزيرة، وإلى الآن لم يسلموا للجنة الحالية أي شيء، لم يسلموا لهم أي شيء إلى الآن. وتكمن الفساد في المسؤولين الشرعية، قبل أيام تم التوقيف من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، تم التوقيف له في صرف المبلغ المالي موجود، كان باقي مبلغ مالي موجود في البنك المركزي في عدن، ووجهوا إلى وزير المالية، وزير المالية وجهه إلى نائب وزير المالية، ونائب الوزير المالية لم نعرف أين هو وأين يوجد وزير المالية، فتم البحث عليه لمدة 3 أيام، وبعد 3 أيام تم التوقيف، لا نعلم أنه تم التوقيف أو لم يتم التوقيف إلى الآن، لإرسال مبلغ إسعافي، مبلغ إسعافي لإنقاذ الجرحى، جرحى هنا هناك جرحى خاصة جرحهم، في جرحى هنا مشاليل، في تعز لم يصابوا في تقرحات، وهنا أصيبوا في تقرحات بسبب الإهمال، مما أضطر مرافقين الجرحى للعمل في المطاعم، مرافقين الجرحى يعملون في المطاعم لإنقاذ جرحاهم. شكرا لك يوسف. أيضا من الهند لدينا اتصال الأخ إسلام النظاري. إسلام، لماذا معاناة جرحى الجيش والمقاومة ما زالت مستمرة رغم التصريحات المتكررة حول الاهتمام بهم ومراعاة وضعهم من قبل الحكومة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أولا أخ سامي أشكركم، أشكر قناة بلقيس هذه على الإطلالة الرائعة للجرحى، نشكرهم الشكر الكثير أن خصصوا لنا وقت من مشاغلهم. بالنسبة أخ سامي للوضع جرحى الهند وجرحى تعز بشكل عام، عانينا فساد كبير جدا من اللجنة السابقة من الدكتورة إيلان والأخ الجرادي هنا في الهند، عانينا فساد يعني كثير جدا جدا، مما اضطرنا من معاناة وتعب لنا اضطرنا إلى عمل احتجاجات، ولا والمفروض كان من السلطة المحلية من غيرها عندما جبنا توقيعات لإيلان في تعز من أول أيام، من أول يوم احنا نطالب الدكتورة إيلان بإسقاط عين الجرادي، ولكن رفضت الدكتورة إيلان، صعدنا إلى أن وصلنا بتصعيدنا إلى اتصام شعبي في محافظة تعز، وكان عار على اللجنة الطبية عندما يعتصم الجرحى، إذا كان الناس صحة طلبوا بتغييرات واعتصموا وخرجوا إلى الشوارع كان مستور الحال، أما إذا كان اللجنة إذا كان جرحى معانوا الناس فقدوا قلوبهم، ناس فقدوا عيونهم، ناس لديهم تقرحات ويخرجوا إلى شارع جمال إلى مبنى المحافظة يعملوا اعتصامات، هذا كان أول عار على اللجنة الطبية. ثم بعد احتجاجات يوم كامل والضغط ومواقع التواصل والقنوات جميعها غطت الحادثة، ظهر الدكتور أمين محمود ليقول أقلنا اللجنة السابقة ونكلف لجان التحقيق، كلف لجان التحقيق الدكتور أمين محمود، ومن هنا ومن منبر قناة بلقيس أقول أن الدكتور محمود لماذا غير 3 لجان تحقيق خلال 3 أسابيع؟ خلال 3 أسابيع غير 3 لجان تحقيق، هذا لم يحدث في العالم أجمع، وهذا دليل على أن لجان التحقيق أدت ثمارها وأدت أشياء رائعة بتورط فساد اللجنة السابقة الدكتورة إيلان فغير الأولى، وتورطت باللجنة الثانية وغير الثانية، والدكتورة إيلان رفضت رفض تام الخضوع إلى لجنة التحقيق، ومن هنا نؤكد أن السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة وممثلة بوكيلة الشؤون الطبية الدكتورة إيلان هم ضالعين في فساد اللجنة الطبية، وإلا كان سيتم عمل لازم من خلال أول لجنة تحقيق. محافظة المحافظة سلم له قرار لجنة التحقيق والتقرير الكامل والقرار ينص بإقالة الدكتورة إيلان للنيابة العامة، لكن الدكتور أمين محمود إلى اليوم 3 أيام من تسليم التقرير لم يحرك ساكن بلجنة الجرحى. إضافة لهذا الشيء اعتصامنا كان قبل شهر من الآن يا أستاذ، قبل شهر من الآن وإلى اليوم لم يتصلنا أي مبلغ، حالتنا إسعافية، عانينا هنا بالهند، اتبهذلنا، طردونا الهنود من الشقق من الإجارات، لم نصل إلى المستشفيات. هل هذا ملف حساس؟ هل هذا ملف طارئ يتعامل معه المحافظ هكذا ويتعامل معه رئيس الوزراء بهذه الطريقة؟
هذا ليس ملف حساس ابدا اذا كان المحافظ له شهر من الان. رئيس الوزراء وجه باخر المطاف انقذنا احنا رئيس هيئه الاركان حفظه الله بقرار انه توجيه لرئاسه الوزراء، لكن رئاسه الوزراء وجهت توجيه رئيس هيئه الاركان بتاريخ 17/8، ورئيس الوزراء وقع على التوجيه بتاريخ 9/9 اكثر من 15 يوم. هل هذا ملف حساس؟ يعتبر هذا ليس ملف حساس. في الاخير يا اخ سامي، نقول ان لجنه الجرحى في تعز الاولى كانت فاسده، ومعنا اثباتت على هذا الشيء كثيره جدا جدا، لا يسعنا المجال لذكرها الان، نطلب التخصيص في حلقات قادمه ان شاء الله. تمام، اشكرك سلام من الهند. من تعز لدينا اتصال اخ هيثم. هيثم، تعليقك مشاركتك حول موضوع استمرار معاناة جرحى الجيش والمقاومة حتى الآن رغم التصريحات المتكررة من قبل الحكومة حول الاهتمام بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية الجرحى فهي قضية إنسانية بالمقام الأول، وهي قضية تهم المجتمع بشكل عام بدعم الحكومة وقيادة الدولة والدعم بأبناء تعز المجتمع اليمني. طبعا الحكومة كانت قد تشكلت لجنة خاصة لمعالجة جرحى تعز والاهتمام بهم برئاسة أوقية محافظة تعز لشؤون الصحة الدكتورة إيمان عبد الحق، وكانت هذه اللجنة قد أنجزت الكثير من في هذا الملف، وقامت بتسجيل عدد من الحالات الحرجة إلى خارج البلاد بالتحديد إلى مصر والهند ومعالجة البعض في مستشفيات الداخل على نفقة الحكومة. لكن ظهرت بعض المشكلات التي واجهت الجرحى في الخارج مثل التأخر وصول المستحقات والنفقات والمصاريف الخاصة بعلاجهم لأسباب عدة، منها الإهمال والتسيب، وأيضا هناك فساد من قبل المندوبين اللجنة في الخارج. وكان من الممكن تلافي هذه الإشكاليات وحلها من أجل الاستمرار في علاج الجرحى، لكن للأسف تم استغلال هذه الثغرات واستغلالها في تصنيع حسابات سياسية وشخصية مع بعض أفراد السلطة المحلية، وأيضا التهنئة في المماحكات الحزبية كبقية القضايا التي يتم استخدامها في هذه الأغراض بخصوصا في محافظة تعز. طبعا تم إقالة اللجنة واستقالت رئيسة اللجنة الدكتورة إيلان، وتشكلت من بعدها لجنة أخرى من قبل رئاسة هيئة الأركان، وبالتالي انتقلت المسؤولية من السلطة المحلية إلى قيادة هيئة الأركان، وهي الآن المسؤولة عن ملف الجرحى. وقبل 3 أيام تقريبا وجه المحافظ مذكرة إلى قيادة هيئة الأركان طالب فيها بمتابعة ملف الجرحى، وأيضا طالب بمبلغ إسعافي لرصيد اللجنة من أجل استيفاء حقوق الجرحى في الخارج. المهم في هذا الصدد الآن بقي معرفة الرصيد معرفة الملف الفساد السابق الذي تم الادعاء به، ولجنة التحقيق ما فيها التحقيق مع الدكتورة ومع اللجنة السابقة، وحتى الآن لم تظهر باعتقادي النتائج التحقيقات. بالأخير بالتالي المسؤولية مشتركة يعني ما بين قيادة الجيش وقيادة السلطة المحلية وأيضا رئاسة الحكومة، ونحن نطالب جميعا بحل مشكلات الجرحى ومتابعه حالاتهم لحتى يعودوا لارض الوطن باذن الله. طيب، شكرا جزيلا لك هيثم من تعز على كل هذه المعلومات. حول هذا الموضوع ايضا لدينا بعض المشاركات وصلتنا من خلال الواتساب نستعرضها معكم. نحن جرحى تعز في الهند بعد شهر ونصف من تغيير الفساد وإحالة القضية وكلا من إيلان وعلي الجرادي إلى التحقيق، لم نرى أي نتائج مرضية لعلاجنا، وكأنهم يستخدمون بنا يا هم يا انقطاع وسيلة العلاج علينا. ليس هناك من ينصت إلينا، ليس هناك من ينقذ جرحانا، وها هو يمر بنا الوقت ونحن بدون علاج بدون عمليات. هناك من الجرحى من يفقد نظره، وهناك من يفقد سمعه، وهناك من يفقد ساعده، وهناك من المقعدين ليس لهم إلا الله، وهناك أنا الجريح ما زلت أنتظر حقي بالعلاج ولم أجده بسبب خذلان الوزير والمحافظ وما إلى غيره.
فأنا من هذا المكان أناشد منظمات حقوق الإنسان، وأناشد التحالف، وأناشد رئاسة الجمهورية، وأناشد السلطات المحلية والعسكرية لمحافظة تعز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال مبالغ العلاج لرئيس اللجنة. ما لم نحن هنا سنموت وسينكل بنا. الرحيم، هذا الجريح هشام أحمد الكامل. هشام أحمد الكامل يعاني من شلل نصفي، وكذلك يحتاج بتر القدمين اليمنى، وإلى الآن لم يحصل على أي رعاية تامة من قبل اللجنة السابقة والجديدة. الجريح هشام يعاني من التعسف والجميع خذلوه. هؤلاء الجرحى الذين قدموا أرواحهم لأجل حمايتكم ولحماية أعراضكم، وأنتم خذلتوهم. هؤلاء يا شرعية، وأنتم خذلتم هؤلاء يا شرعية، يا تحالف، يا محافظ، ما هكذا عرفناكم. إن كنتم تبحثون عن الوطنية فعالجوا هؤلاء الجرحى. إن كنتم تبحثون عن الوطن فعلا هؤلاء هم الوطن. نرجو منكم فصل قضية التحقيق عن علاج هؤلاء، لأن جراحاتهم تزداد سوء يوما بعد يوم. وكذلك بالأمس علمنا أن التحقيق قد انتهى، وأنه سلم إلى محافظ تعز الدكتور أمين محمود، لكن إلى الآن لم نرى أي شيء أو ردة فعل. أسرعوا في علاج هؤلاء الجرحى قبل أن تتعفن جراحتهم وتشهد عليكم أمام الله يوم القيامة، لأنكم. بهذه المشاركات من الواتساب لبعض الجرحى للجرحى المقاومة والجيش في الهند، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة في أمان الله.